بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي عزيزاتي، أهلا وسهلا بكم في نص قرائي جديد وهو بعنوان الغيمة الصغيرة. منذ حل فصل الشتاء والغيمة الصغيرة تطلب من أمها أن تسمح لها بالنزول إلى الأرض لتلتقي بأطفالها وأشجارها وحيواناتها التي حدثتها عنها غيمات كثيرة زارت الأرض من قبل. رفضت الأم الطلب أياما، لكنها اليوم قالت: لقد كبرت الآن، تستطيعين زيارة الأرض، لكن لا تنسي أن تعودي إلي، فكثيرات هن الغيمات اللاتي فضلن البقاء في الأرض. ابتسمت الغيمة وقالت: ثقي بي، سأعود إليك. تحركت الغيمة في الفضاء الفسيح، وسرعان ما تحولت إلى قطرات ماء. نزلت القطرات على الأرض وانسابت عبر جدول. رأت طفلا صغيرا يرسي مركبا شراعيا على صفحة الجدول ويصفق فرحا. قالت: ما أجمل هذه اللعبة. اقتربت من أزهار وورود ذابلة وروتها، فتفتحت ورفعت أعناقها شاكرة لقطرات الماء فضلها. انتقلت قطرات الماء من الجدول إلى نهر كبير، فجال بها بين المروج والسهول والبساتين والحقول. تلفتت يمينا ويسارا، فرأت صيادا يلقي صنارته في النار، وفلاحين يشقون الترع ليجلبوا الماء إلى حقولهم وبساتينهم، كما رأت طيورا وأشجارا وأغناما وأبقارا وسلاحف وحلازين، فسرها ما رأت. صب النهر في البحر، فوجدت قطرات الماء نفسها تعلو وتنخفض مع أمواجه، وتسبح مع سمكه، وتلعب بمحاره، تنزل إلى قعره، وتنتقل بين كهوفه ونباته. قالت منتشية: كم هو رائع هذا البحر، سأبقى هنا. لم تطل فرحة قطرات الماء في البحر، فقد أحست بحر الشمس يسري فيها، واندهشت حين رأت نفسها تغادر البحر وترتفع شيئا فشيئا، ثم تتحول من جديد إلى غيمة لتفي بوعدها وتعود إلى أمها. ومع السلامة وشكراً.